اهلا بحضراتكم. دي اولى تقريبا حلقاتنا ان شاء الله اللي هنتناول فيها ايه المرض، وقلنا هنتناول بصفه خاصه المره دي او اول حلقه هنتناول الغده، التهاب الغده النكافيه او النكاف او ابو اللوكيم، عشان الناس كلها عارفاه باسم ابو اللوكيم، ولو اني مش عارف صراحه يعني الاسم ده اساسه ايه ولا تاريخه ايه يعني، انما هو عشان بس يبقى الكل عارف احنا بنتكلم على ايه. واللي لجأت للموضوع ده في البداية أول حلقاتي إن شاء الله معاكم على أساس إيه، يعني بيبقى مع دخول المدارس وكده هو بيبقى في بقى إيه ذعر وخوف منه وفي رعب 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 من إيه حاجة اسمها الغدة النكافية، كل حد بيبقى خايف طبعا على ابنه وعلى بنته، ده عنده حق يعني. فإحنا هنبسط الموضوع وهنقول إيه يعني الـ 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 ما يخص الموضوع ايه ككل كده. هو فايه هو الغده النكافيه، ايه هي الغدد اللعابيه، انا بس هنا وقت ايه صوره صغيره كده هو اللي انا عايز اقوله. احنا عندنا ثلاث ازواج من الغدد اللعابيه، ادي هنا هو واحده وفي الناحيه الثانيه واحده، هنا هو تحت اللسان واحده، من ناحيه تحت اللسان في ايه اثنين، واي واحد لو رفع لسانه ممكن قوي يتبين، وواحده ثانيه ايه تحت الفك برضه من الناحيه الثانيه، فك شمال وفك يمين. اللي يهمنا كله في الكلام الغده دي اللي هي ايه واخده كده المكان ده بما تحت ايه الودان، دي اسمها الباروتيد جلاند او الغده ايه الغده اللعابيه اسمها كده الباروتيد، يعني عشان كده حتى المرض نفسه اسمه ايه باروتيتيز اللي هو التهاب الغده اللعابيه اللي هي دي بالذات مش دي ولا دي. فالالتهاب ده ممكن الالتهاب ده زي ما شفنا كده ممكن يبقى احنا قلنا هنا في غده لعابيه وهنا في غده لعابيه، فممكن يبقى حاجه اسمها يوني لاترال يعني من ناحيه واحده او باي لاترال ايه ياخد ايه الاثنين، ده اللي هو المقصود من الالتهاب نفسه. ايه اللي بيحصل في الالتهاب ده؟ تضخم، التهاب يعني تضخم فين؟ في الغده واحده او ايه احنا قلنا الغدتين. كويس. التهاب الغده النكافيه او اللوكيم دوت ده التهاب فيروسي مش ميكروبي، في فرق كبير جدا ما بين الالتهاب الفيروسي والميكروبي. الفيروسي يعني ايه؟ يعني ما نجيبش سيره مضادات حيويه مش هتاثر فيه، اما الالتهاب الميكروبي ده بينفع معاه المضادات الحيويه، انما نلجا للمضاد الحيوي هنقول فيما بعد، يعني نلجا للمضادات الحيويه امتى وهو برده حتى مش هيستجيب ايه ليه، انما هنلجا لها امتى وليه المضادات الحيويه، ده بمنتهى الاختصار كده اهوت. وبعد ده احنا بنسميه الالتهاب ده بتاع الغده النكافيه عفوا بنسميه سيلف ليميتنج ديزيز. يعني ايه؟ يعني هو اديته دواء ما اديتوش دواء، اديته علاج ما اديتوش علاج، هو بياخد كده اهوت فتره صعود، يقعد العمليه هنا تنتفخ كده اهوت لحد ما، وبعد كده ايه فتره ايه هبوط من نفسه من غير اي ادويه ولا اي حاجه. ده من ضمن الامراض، وفي امراض كده ان شاء الله لما تيجي وقتها نقول عليها ايه هتبقى زي كذا وزي كذا وزي كذا. فعشان كده بقول ايه مفيش اي خطوره ولا اي خوف منه، ولا نروح لا شمال ولا يمين ولا يبقى فيه ذعر ولا ايه يعني نحصل اي حاجه. ده يعني تقريبا ايه اللي هو ايه نقدر نقول المقدمه البسيطه. ايه الظواهر اللي بتظهر على الطفل؟ الطفل ده لما بيحصل له التهاب في الغده اول حاجه دي هنا بتتورم، يا اما قلنا ايه يوني او حته واحده او الناحيتين من ناحيه او من ناحيتين بتتضخم، والوش كمان بيتضخم معاه وبيتحول الوش لحاجه اسمها ايه سمايلنج فيس، يعني ايه الوجه المتبسم او الباسم، بيبقى كده ايه الطفل كانه بيتبسم او مبتسم على طول وهو مش مبتسم، انما هي ايه نتيجه للايه للشده بتاع او تضخم الوش بيبان ان هو ايه وجه ايه باسم او ايه مبتسم. بالاضافه الى ذلك بيبقى في الم، بيبقى في الم هنا او في هنا او في مكان ايه الانتفاخ سواء في الناحيه او ناحيتين، بيبقى في الم وواضح وفي الم كمان في الايه في الوش ايه نفسه. في مقدمات او تباشير تقول لنا ان في المرض ده جاي، ايه هي؟ اول حاجه الانتفاخ دوت اللي بيحصل ده، بالاضافه الى ذلك صداع جامد جدا، درجه حراره عاليه كويس مع ايه حتى من غير انتفاخ، لما يحصل ايه صداع من ما فيش انتفاخ لسه حاصل، انما ده تباشير او المقدمات بتاعه المرض. صداع، سخونه او ارتفاع في درجه الحراره، ووهن كده هو تلاقي العيل ايه او الطفل هزلان كده وايه متوعك كده وايه وعنده ايه ضعف عام. بالاضافه الى ذلك بيبقى فيه فقدان للشهيه، مش عايز ياكل، مش نفس او مش خايف ياكل بمعنى صح خايف، فبيبقى ما فيش اي نفس للاكل. دي المقدمات ايه بتاعت اللي ممكن نقول عليها ايه الطفل دوت هيجي له غده نكافيه او التهاب في الغدد اللعابيه. كويس.
الاعراض دي تتشابه مع امراض كتير، اللي هي ايه قلنا تاني معلش ده هنأكدها تاني، ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، الوهن والهزلان والضعف العام، بالإضافة إلى فقدان الشهية. حاجة أي حد وقع جنب الطفل على طول كده هيفتي يقول لك ايه ده شوية برد اديله كذا 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 على طول كده. ودي بقى مشكلة كبيرة قوي، موضوع الإفتة في الطب ده زي بالظبط الإفتة في الدين، ما يصحش ما يصحش. ليه؟ لأنه ممكن يودي في داهية، ممكن يبقى الدواء يا اخوانا سلاح ذو حدين، يا ينفع يا يضر، فلو نفع يبقى خير وبركة، إنما لو ضر هنعمل إيه؟ هنبتدي بقى من جديد مشكلة مشكلة. طبعًا إحنا عندنا يعني أمثلة لا حصر لها على الموضوع دوت، اللي إيه واحد يفتي الواحد، واحد يقول لواحد إن الدواء يا اخوانا ما هواش اسم، الدواء دوت مواد علمية، مادة كيميائية بتخش الجسم وتخرج منه، بتعمل إيه بقى في الفترة دي؟ الطبيب والصيدلي اعلم الناس بالكلام ده، ناخد ده امتى ناخدش ده امتى، اعلم الناس بكي، وكل واحد كله ميسر لما خلق له. المهم يعني اللي احنا بنقوله دلوقتي ان الطفل دلوقتي اشتكى كويس بالحاجات دي كلها، فبتتشخص على انها ايه في الغالب يعني الناس كده مع بعضها يقول لك ايه ده نزله برد، وممكن يكون عنده حق لحد ما يظهر الورم يقول لنا دي غده نكفيه.